في السكشن دلوقتي وهنروح نشرب حاجه كنترولر ونحضر المحاضره ربنا يسهل. خلصنا المحاضره، عايز عشان نسكافيه وعايز اجيب كتب حبايه، عايز اروح ربع بس. Let's go. حلو قوي الحوار. دلوقتي هم هنا موضوع امتحان اي كيو تيست عشان الناس المقدمه نصفيها عشان ما حدش يكونش كبير فنضطر الناس نجحت بس في الامتحان. بس نجحت بقى دي نعملها انترفيو. اللي بيتقبل بقى في الانترفيو هو بيدخل التيم. سهلة؟ اتعرفوا على حد بقى من الناس الايه؟ قريبين على قلبي الصراحة. لا انت راجل محترم. باشمهندس محمد نبيه درسني في أول ترم. وكان أحلى ترم. وكان أحلى ترم. أنا المعيد بتاعي كان أول ترم. الله يخليه. الله يخليه. تمام؟ ادخل يا صاحبي. تمام. دلوقتي عايز اوضح حاجه بس عشان الدنيا واضحه شويه. انا مشترك في حاجتين، في انسايدر وفي روبن. دي انا شفت طلاب يعني مشترك مثلا في انسايدر، دي جريده في الجامعه بتغطي اخبار الجامعه، يعني بتكتب مقالات بتكتب حاجه معظمها عن الجامعه يعني. انا ماسك فيها الميديا التصوير والديزاين والكلام ده. روبن دي بتعمل بروجكتس او مشاريع، مثلا مطب صناعي بيطلع كهرباء، طياره بتطير بتصور حاجه، كلها ايه الالكترونيات وده. دي واخد مثلا روبن عشان تبقى حاجه في هندسه، يعني حاجه مرتبطه بالقسم بتاعي فاعرف امشي فيها كويس. وانسايدر عشان ايه هوايه عندي، فماسك الاثنين مع بعض يعني هنا. الحاجه عايز اتكلم عنها النهارده اللي هي الخبره، انك تاخد خبره حد اكبر منك، ودي برده بتساعدك في النشاط الطلابي جدا. يعني مثلا انت مثلا هتتعرف على حد اكبر منك في السن ترمات يعني او في السنين الدراسيه، بتاخد منه ايه خبرته من غير ما تحس حتى. عندكم مثلا معتز ده اللي ماسك الفريق اللي انا شغال معاه في روبن. معتز ما شاء الله يعني عنده درايه في حاجات كتير، دايما انا بستفيد منه الصراحه. هو خلاص اخر سنه هيخلص، فطول ما انا قاعد جنبه بتعلم منه حاجه. حاجه كويسه انك تاخد خبره حد. عندك مثلا لما تدخل انت مثلا حصه او محاضره، بتاخد مثلا محاضره ساعه ونص. الساعه ونص دي انت بتاخد مثلا قانون لعالم، العالم ده قعد طول عمره مثلا عشان يثبت القانون ده، انت اخدته في ساعه ونص، اخدت مجهود عمره ساعة ونص. تخيل انت الفكرة. وبالتالي انت كده هتوفر على نفسك حاجات كتير جدا، وكأنك انت جواك كذا شخص، خبراته بأفكاره بمعرفته. بالمناسبة انا وفريق اللي في روبن يعني بنشتغل على كشف الغام. دي مسابقة ان شاء الله تبقى في اخر الشهر ده في جامعة زويل ان شاء الله. من رأيي يعني ربنا يوفقنا كده ونحاول نكسب يعني. وحتى لو احنا ما كسبناش يعني مش مشكلة، حتى اهم حاجة انت خدت التجربة. سواء انت كسبت او ما كسبتش مش تفرق قوي طبعا. انك لا يعني اكيد هتزعل لو انت ما كسبتش، دي حاجه طبيعيه. بس انت ايه الهدف بتاعك الرئيسي؟ انك انت تاخد خبره المشوار، تكسب ناس جديده في الطريق. بس يلا بينا على فوق. دلوقتي احنا في الروم اللي اشتغل ده. حسن بيخرم حاجه، وعندك هنا معتز اهو. لا معتز، لا فين معتز. ده اسلام. ايوه اسلام يا جامد. وبنخلص البروجكت اهو. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب المسابقه دي. انا وقت العمل. Let's do it. يلا. ده نور حبيبي وصاحبي. برضه معانا في التيم هنا. ربنا يوفقنا. ونشتغل؟ يلا يا عمور. Let's do. يا نواف. طب ايه يا جماعه؟ يعني فكرتوا؟ طب ايه المشكله؟ في ناس بتيجي معانا الطريقه دي، طب ايه المشكله؟ ايه مش عارفه ايه؟
في ناس ورا احمد فران شفتوه امبارح انتوا او اول امبارح في ناس ورا اتصحح الامتحان اي كيو هم دول ماشي دعوه بيهم تعمل ايه هنا تعمل التلفاز يا عم هنا بيقعدوا يسالوا الناس بتعمل انترفيوز ده كريم اسامه طيب قلبي ده اعرفه من ترم اول محمد نبيه برضه بتاع النهارده كده لسه محمد نبيه محمد نبيه ده اول معيد ادخله جنب اول سكشن ادخله في نفس الفيديو نفس السكشن كل حاجه تقول له ايه اقول لي مين محمد نبيه انا بحبك يا عمرو وشد معجبين بيك حبيبي عايز حاجه حبيبي سلام يا رجاله هاتي راح روبن ميك شور جامد سيتي ليتس جو معتز بيلحم اسلام ورينا كده يا معتز ده شغل مهندسين استنى مش باشر شو ده كمان لازم اللي عارف ايه بص حاجه بخيطه خالص ايه ده ليه عايش ليه ايه خلصنا خلاص انا في روبن انا باقي انا ومعتز واسلام بس باقي كله يروح فهنلم الحاجه وهنروح ده البوستر بتاعي السلام عليكم عادي ما تخش منها الصدر قاعده ورا اهي سامع معتز سامع اسلام اوكي عايز اروح يلا 30000 عايز اروح كان اول ما يوصل البيت تمام لسه وصل اهو كده الساعة دلوقتي 8:15 حلوة قوي طبعا عايز اتكلم في حاجتين عن التصوير وعن ايه في حاجة سبتها النهاردة حلوة جدا زي ما انتوا شفتوا كده معظم اصلا عبارة عن علاقات علاقتك مع ناس في الجامعة علاقتك مع ناس كتير في حاجة كل يوم بتتثبت لي اللي هي ايه ان انت لازم تبسط وتسطح علاقاتك قوي مليش حد قريب جدا منك قوي يعني انا بشوف ان دي ده سلاح ذو حدين وسهل قوي ان هو يتقلب ضدك ان انت تتوقع من حد حاجة ان هو ده الشخص اللي يعني اللي هو كل حياتك وان هو مثلا معك كل اسرارك وهو الى اخره وبعدين الغلط اللي ما بيحصل منه انت متوقعوش وبالتالي بتزعل منه جدا على قدر المحبة اللي انت كنت بتحبها له ودي حاجة وحشة ظروف مش لازم يكون هو وحش حصلت ظروف حاجة انت كنت عايزها تطلع بشكل معين هو ما طلعتش بشكل معين حاجة هو معرفش يعملها وبالتالي انت بتخسره وبتتضايق وتلاقي نفسك دخلت بقى في حالة من الاكتئاب بقى وسطح علاقاتك قدر الامكان لو حابين نجيبها بمنظور فيزيائي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعكس له في الاتجاه فانت هتلاقي كل ما انت بتحب حد جامد قوي هتلاقي لو حصل منه حاجة رد فعله بيبقى جامد جدا هي مش بالظبط بس ممكن تقولها كده بالنسبة للتصوير انا اكره ان انا اعترف ان انا مش هقدر اصور كل يوم ودي حاجة تقيلة جدا على نفسي في الغالب يوم الاثنين والثلاث مش هعرف اصور عشان عندي محاضرات كتير ولو انت ما اعترفتش بالكلام ده انت هتخسر حاجات كتير قدام فكويس انك تعترف بدري بس وربنا يسهل يعني طبعا امبارح ما كانش في فلوج النهارده في فلوج ان شاء الله وان شاء الله مش ناوي اقف يعني ناس كتيرة جدا بتشجعني يا عمرو اشتغل انا يعني انا ممكن بفكر في حاجة بفكر اصور كل يوم حتى يوم الاثنين والثلاث وممكن اجي في يوم يعني يوم الاربع مثلا اقول حصل ايه واحط البتاع ابيض واسود كده تمام واكتب التاريخ فوق ده شغل بيتي كب كيك في شيراتون هنا في عند الجامعه جنب الاكاديميه هنا حاجه حلوه يا معلم حلوه مسمري حلوه جميله كم من 10 10 من 10 10 من 10 والله حلو جدا زيدان كام تمام شكرا انا في رجاله هنا يوسف صباح الفل حبيبي ناصر اللي ورا ده مين شعبول شعبول ده متزوح فيه متوقفش يا ابني اسمع الكلام والله انتوا برضو عارفين ممكن حصل ايه يوم الاثنين والثلاث او انا حتى ابقى مصور الدنيا وعارف انا اصور انا عم حصل اليوم ده وما حصلش اليوم ده بس وشكرا لاي حد دعمني وحد بيشجعني وعمر كمل وبتاع ويعني الناس تقول لي سيبك من الهندسه وسيبك من كمل الفضيله انا مش شايف الاثنين يعني ضد بعض شايف ان دي حاجه ودي حاجه واللي فيه الخير بينا هيوفقنا فيه لو سواء انت تاخد تشتغل كمهندس او تشتغل حتى في الميديا او في الاعلام او في اليوتيوب انا شايف ان دي حاجه بتاعت ربنا وربنا معانا ان شاء الله ان شاء الله بكره يبقى احسن